الموسم الماضي انا انصدمت من رقم أفضل بس هي لا لا اتكلم ورح. على التسجيل محمد حتى لك ارقام لنا ولك وللمشاهد والمستمع الفيحة من 32 مباراه مسجل 21 هدف الاضعف هجوما في الدوري اكيد لانه يلعب على الكره المرتده طيب اليوم جت له هجمات ضيعها بس وهذا المشكله انه انه ضيع ما في مهاجم ما اعتقد انه في كراس الحرب اللي يقدر ينهي لك اول لاعب السريع اللي يقدر تستفيد منه الفرص آه سهله يعني فيه سلطان مندش مندش, سلطان مندش صراحه مندش هو اسرع لاعب هذا يعني لكن اليوم وقت نشوف الشوط الاول المفروض لو جديد. فما معناها جديه في 18 كان يسجل الفيحه هدفين مم. ثلاثه وثلاثه فرص جدوا معناها سهلين شوفوا سلطان مندش معناها كورتين شوفوا شوطه معناها من بعيد الحارس فسح جولين كانت الفيحه الشوط الاول كانت تقدر كابتن عبد الرزاق وانت مدرب هي جدية ولا إمكانيات؟ والله خلينا نقول أنا لما تشوف سلطان مندش والمستوى اللي قدمه اليوم خاصة في الشوط الأول تقول لاعب مميز وفرق م. في الواحد ضد واحد لما تشوف معناها لوكاس معناها كان لاعب زاد اعطاه عده حلول للاعبين وسط الميدان يبقى التمركز نتاعهم فوق الميدان كيفاش الانسجام ما بين الاربعه مهاجمين ولا مهاجمين في حاله صعود واحد من الاظهره هنا الفيحه ناقص شويه من الناحيه الهجوميه يجب يخدم اكثر يحتاج مهاجم يحتاج مهاجم معناها صار